الرحمن الرحيم. تكلمنا في حديث سابق حول ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية الواحدة ذات 1,000,000,000 مسلم، وقلنا إن مثل هذه الحكومة تحتاج إلى مقدمات، أولها نشر الوعي الإسلامي الثقافي الإنساني العالمي بين 1,000,000,000 مسلم، وذلك يحتاج إلى ما لا يقل من 1,000,000,000 كتاب. نشر الوعي يكون بالوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والفضيلي والإيماني وما إلى ذلك من علوم الدنيا وعلوم الآخرة، وذلك يحتاج إلى جزئين: الجزء السلبي والجزء الإيجابي. الجزء السلبي هو هدم ما لا يكون إسلاميا من الثقافات، والجزء الإيجابي هو كيفية الحكومة الإسلامية الصحيحة لجميع جوانبها التي يحتاج إليها الإنسان المسلم في العصر الحاضر. إننا جميعا نعلم أن الاستعمار والاستثمار والحكومات الوراثية والحكومات الانقلابية العسكرية والديكتاتورية وما أشبه ليست من الإسلام، لكن بعد ذلك نحتاج إلى علم وإلى عمل. أما العلم، خصوصيات هذه الأمور السلبية، المستعمرون ماذا يعملون في بلادنا؟ كيف سيطروا علينا؟ كيف نهبوا ثرواتنا؟ أمريكا ماذا تعمل؟ بريطانيا ماذا تعمل؟ فرنسا ماذا تعمل؟ روسيا ماذا تعمل؟ الصين ماذا تعمل؟ يجب أن نعرف هذا الشيء، لأن الإنسان إذا لم يعرف المرض لم يتمكن من العلاج. ولذا كانت كلمة الإخلاص مركبة من جزئين: لا إله، الجزء السلبي، إلا الله، الجزء الإيجابي. فالواجب علينا نحن أن نعرف المفاسد، وجه التأخر، أسباب الاستعمار والاستثمار، أسباب سيطرة الدكتاتوريين على بلاد الإسلامية، أسباب تبعض المسلمين وتشتتهم إلى دويلات وإلى حكومات، أسباب القوانين الضالة المضلة العرضية، أسباب كبت الحريات، أسباب التأخر. هذا هو الجزء السلبي. ثم يجب علينا أن نأتي إلى الجزء الإيجابي. الجزء الإيجابي معناه أن نعرف كيف الاقتصاد الإسلامي
كيف السياسة الإسلامية، كيف الاجتماع الإسلامي، كيف الزراعة، كيف الصناعة، كيف التجارة، كيف الجيش، كيف العهد، كيف المعاهدة، كيف السلم، كيف الحرب، كيف التربية، كيف العائلة في الإسلام. هذا شيء مهم جدا. إنكم أيها المستمعون الأعزاء تعلمون أن قبل قرن وأقل من قرن قامت في البلاد الإسلامية حركات لأجل إعادة الإسلام، فحركة الإخوان في السعودية والتي يسمى اليوم بالسعودية وحين ذاك كانت تسمى بالجزيرة، فحركة السنوسي في ليبيا، فحركة المهدي في السودان، فحركة جمال الدين الأفغاني، فحركة محمد عبده، فحركة المجدد الشيرازي، فحركة الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، فحركة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، فحركة الشيخ مرزا محمد تقي الشيرازي، فحركة الكواسبي وكغيرهم وكغيرهم. وهؤلاء كانوا يريدون رد الاستعمار وإعادة الإسلام إلى البلاد، لكن كل هذه الحركات تحطمت، وكل هذه الحركات خنقت، وعاد المسلمون عبيد بأيدي الشرق والغرب وبأيدي عملائهم. لماذا هذا الشيء؟ إني أظن أن من أسباب هذا الشيء، والذي يجب أن نتداركه نحن في حركتنا القادمة، الحركة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم، هو أنهم كانوا يعتمدون على الجزء السلبي، أما الجزء الإيجابي فما كان مطرح أنظارهم بقدر ما يجب. إن كثيرا منهم، وجزا الله الكثير منهم الخير، كانوا يفكرون بأنهم إذا هدموا الكفر وهدموا الاستعمار رجعت البلاد إلى حالتها الطبيعية، وهذا من حسن ظنهم. وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر سليم، يعني أنه صافي النفس، أنه طاهر النفس، أنه نظيف الروح. ولذا هؤلاء كانوا يفكرون بهذا الأسلوب، التفكير للجزء السلبي. أما الجزء الإيجابي فقد ظهر بعد ذلك جليا وواضحا، وليس ذلك من قبلنا حتى عرفنا على الجزء الإيجابي، وإنما الظروف والتجارب تراكمت وأفادتنا هذا الشيء. وإنا ندين لأولئك العباقرة المجاهدين بكل تجلة واحترام. وعلى أي حال، إننا نحتاج في حركتنا الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم إلى جزء إيجابي بالإضافة إلى الجزء السلبي الذي هو هدم الاستعمار. الجزء الإيجابي هو عبارة عن كيفية الحكومة في المستقبل المطابقة للإسلام والكتاب والسنة، عن كيفية الاقتصاد الإسلامي، عن كيفية السياسة الإسلامية، عن كيفية التربية الإسلامية، عن موازين الحريات الإسلامية، عن أساليب القدرة وكيفية توزيع القدرة، عن أساليب تربية الجيش، عن أساليب تربية الكوادر والمثقفين والإداريين الذين يقبضون بزمام الحكم، وإلى غير ذلك. فإذا احتجنا إلى 1,000,000,000 كتاب لأجل إقامة حكم الإسلام، فليكن 500
من هذا الألف مليون كتبا سلبية، وخمسمائة من هذا الألف كتبا إيجابية، وعلى على الاحتياج إلى أكثر. إننا لما نشاهد التاريخ نرى أن هذا الشيء أيضا كان النقص في إبان سقوط بني أمية وقيام حكومة العباس. المسلمون تحركوا ولا شك لإسقاط النظام الأموي الجائر الغاصب الذي ملأ بلاد الإسلام فسادا وكفرا وإلحادا وخمرا وزندقة وقتلا وتشريدا وكبتا وخنقا. المسلمون تحركوا، جاهدوا، عملوا، ضحوا، لكن كيف وقع الحكم بالعباسيين؟ وهل العباسيون أفضل من الأمويين؟ كلا، وكلكم قرأتم التاريخ ورأيتم معاصي العباسيين ورأيتم معاصي الأمويين. لماذا حدث هذا الشيء؟ لأن المسلمين الذين تحركوا لإسقاط النظام الجائر الأموي، هؤلاء لم يفكروا في حكومة رشيدة، فغرهم أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، وغرهم السفاح والمنصور ومن إليهم، لأن هؤلاء إذا جاءوا للحكم أي بني العباس ستنثر السماء ذهبا، وسيكون حال المسلمين كما يريد الله. ألم يفكروا إذا تجمعت القدرة في يد جماعة واحدة وعائلة واحدة وفرد واحد، والفرد إنه ليس بمعصوم من قبل الله سبحانه وتعالى، ألم يفكروا في أنه يفعل نفس الفعل الذي فعله معاوية ويزيد ووليد ومن أشبه؟ هذا شيء طبيعي. من ملك استأثر، الإمام أمير المؤمنين يقول ذلك. لا فرق بين من ملك معاوية أو تقطاع أو مأمون أو الوليد أو المنصور أو يزيد، كل من ملك يستأثر. فلم يفكر المسلمون في منهاج الإسلام، لا في منهاج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإمام المعصوم. ما دام الإمام المعصوم موجودا وحاضرا، ولا يفكروا في منهاج الشورى التي هي إسلامية بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لم يفكروا في الأحزاب الحرة، لم يفكروا في توزيع القدرة، لم يفكروا في مقابلة الظالم ومن يتسول نفسه له بالظلم، بقدرة توقف الظالم عند حده. لهذا لم تمر أيام إلا والسفاح وهو أول خليفة للعباسيين أخذت الظلم والطغيان والجور والخنق والكسر، وأخيرا نفس الذين قاموا بالثورة كأبي مسلم الخراساني صار ضحية للثورة، وقتله العباسيون. حتى قال أبو مسلم نفسه، قال إن الخليفة وإياي مثلي ومثله مثل عابد رأى أعظم أسد فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييه أسدا، فأحياه أسدا وأرجعه إلى الحياة ببركة دعاء ذلك العابد. ولما حيا الأسد قفز على العابد ليأكله، قال العابد كيف تأكلني وأنا أحييتك؟ قال لأنك أحييتني آكلك. قال وكيف؟ العابد قال وكيف؟
قال لأنك المستجاب الدعاء الذي تقدر على إحياء الأموات بإذن الله تقدر على إماتتي. ففي أي لحظة أنت تقدر على أن تلحق روحي. ولذلك من الأفضل أني أفترسك حتى لا تتمكن من ذلك. قال أبو مسلم الخليفة العباسي يقول لنفس الشيء نفس الشيء، يقول إنك أقمت بالثورة يا أبا مسلم وإنك تتمكن أن تقيم الثورة علي مرة ثانية، ولذلك من الأفضل أني أقتلك حتى لا تتمكن من إقامة الثورة علي مرة ثانية. ثم أمر به، أمر الخليفة بأبي مسلم الخراساني فقطع قطعة قطعة، وكذلك قتلوا سائر الذين قاموا بالثورة خوفا منهم. وعلى أي حال إن عدم تفكير المسلمين في ذلك اليوم إلا التفكير السلبي لإسقاط بني أمية، وعدم تفكيرهم في كيفية الحكومة المستقبلة هي التي سببت أن تصل إلى دكة الحكم عائلة ثانية، والفرق بين العائلتين أن تلك العائلة تسمى أموية وهذه العائلة تسمى عباسية. أما الظلم، أما الاضطهاد، أما الإسراف، أما التبذير، أما القتل غير حساب، أما كبت الحريات، أما ملء السجون، فكلها كانت كما كانت. نحن يجب علينا المسلمين الحاضرين أن نفكر في هذا الشيء تفكيرا طويلا، أن من الواجب هدم هذا النظام الجائر في البلاد الإسلامية الذي صنعه المستعمر من الخارج والأهواء من الداخل. لكن يجب علينا أن لا نكتفي بهذا الشيء، يجب علينا أن نفكر في أننا إذا هدمنا هذه الدار الخربة كيف نبنيها دارا عصرية؟ كيف نبني الحكومة حكومة إسلامية مطابقة للعصر حتى نتنعم تحت ظلها بالحريات الواسعة الإسلامية؟ وكما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تكن وقد جعلك الله حرا، ويقول في كلمة أخرى له كما في الدعائم الناس كلهم أحرار إلا تفصيلا فقهيا ما علينا الآن من الاستثناء. كيف نتمكن من إعادة الحريات الإسلامية؟ كيف نتمكن من توزيع القدرة؟ كيف نتمكن من تشكيل الأحزاب والمنظمات؟ كيف نتمكن من إعطاء الحريات للصحف، للإذاعة، للتلفزيون، لسائر المؤسسات؟ كيف نتمكن من صب الاقتصاد الإسلامي الذي هو ليس باقتصاد شيوعي شرقي ولا اقتصاد رأسمالي غربي ولا اقتصاد اشتراكي ولا اقتصاد توزيعي؟ كيف نتمكن من تأسيس الإدارات، من جعل الوزارات ولا غير ذلك؟ كيف نتمكن من رفع الحدود؟ كيف نتمكن من رفع الجمارك؟ كيف نتمكن من إسقاط الماليات الضرائب اللا إسلامية؟ لأن كلكم تعلمون أن الضريبة في الإسلام منحصرة في أربعة فقط: الخمس، الزكاة، الجزية، الخراج ولا غير ذلك. فالواجب علينا لإقامة حكم الله في الأرض أن نهيئ المقدمات، وكما قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. المقدمة الأولى نشر الوعي الإسلامي الإيجابي السلبي، السلبي للوضع الحاضر في بلاد 1,000,000,000 مسلم، والإيجابي لكيفية الحكم في المستقبل. إذا نشرنا الوعي معنى ذلك أننا قمنا
مقدمة من مقدمات إقامة الحكم الإسلامي، وسنتكلم حول سائر المقدمات وبعض المزايا والخصوصيات في مباحث آتية بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.